ورجعنا لكم مرة تانية فقرتنا الأخيرة عن الرياضة وعن كرة القدم. هيكون ضيفنا كابتن أحمد صلاح، مدرب حارس مرمى ناشئين نادي الزمالك. أهلا بيك يا كابتن، أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، منور وسعيد الموجود مع حضرتك النهاردة. ربنا يخليك، ويعني برنامج كان جميل وإن شاء الله دايما في تفوق ونجاح. ربنا يخليك، منور البرنامج والله يا باشا. حضرتك حبيبي كابتن، ربنا يبارك فيك. قول لنا بقى، بعد الإجراءات والقانون أو القرار اللي هو عودة النشاط الرياضي وعودة الدوري، إيه الإجراءات الاحترازية اللي خدتوها عندكم؟ وبعد توقف يعني لمده اكتر من 3 شهور تقريبا. اكتر من 3 شهور فعلا. طبعا قرار من رئاسه الوزراء طبعا ومن الحكومه المصريه، قرار كان صعب جدا بعوده النشاط الرياضي بعد التوقف 3 شهور ونص. طبعا الرياضه اثرت في الفتره اللي فاتت جدا على الرياضيين طبعا بشكل عام، وعلى شغالين في مجال الرياضه برضو. ما هو برضو الرياضه دي برضو يعتبر منظومه برضو كبيره، قطاع كبير برضو، قطاع كبير. يعني برضو في لاعبين ومدربين وعمال وموظفين، فقطاع الرياضه الفتره اللي فاتت كلها كان متاثر بموضوع الفيروس كورونا. طبعا عوده النشاط دي كان يعني قرار برضو كان زي برضو نقدر نقول ان هو برضو كان قرار يعني مفاجئ من رئاسه الوزراء. كله قال لك محدش يعني هيرجع قرار، ما كناش متوقعين بصراحه. ما كانش متوقع خالص، ورئاسه حتى وزير الشباب والرياضه قال لك انا مش عارف الحكومه ايه اللي هتقول لي ارجع ولا لا. حتى موضوع عوده الدوري المصري برضو دي كانت قرارات برضو اللي كانت صعبه، وكانت برضو من القرارات اللي هي الحاسمه برضو. وعوده التدريبات تقريبا الشهر ده، وعوده الدوري هو التدريبات بدات الاسبوع اللي فات. الانديه طبعا الزمالك، اهلي، اسماعيلي، اتحاد مصري بداوا التدريبات بتاعتهم، عملوا مساحات. طبعا في بعض يعني النتائج طلعت برضو ايجابيه برضو للاسف. عملوا طبعا كل اللعيبه مسح، ده في مسحه اولى وثانيه ومفروض في ثالثه كمان. يعني هم يعني بيعملوا مسحه الاولى بيتدربوا، بيعملوا بعد فتره المسحه الثانيه، بعد كده المسحه الثالثه. فكل فتره بيعملوا مساحات بحيث ان هم برضو يعرفوا ان ايه يعني الدنيا برضو ماشيه ازاي مع اللعيبه وكده. وفي اجراءات ثانيه غير المسحات عند التزموا بيها دي اهم حاجه. بص يا استاذ محمد، اهم حاجه الاجراءات الاحترازيه اللي هي برضو اللي هي موجوده دلوقتي. اهم حاجه التعقيم، اهم حاجه طبعا. اهم حاجه كل لاعب بيجي لوحده مثلا في عربيته وبينزل بيخش، وهو داخل بيبقى فيه طبعا بوابات تعقيم دي بتبقى جاهزه على طول. بعد ما يخش برضه لازم برضه بيعقم ايده، لابس الكمام على طول، اول ما ينزل التدريب برضه الادوات بتاعته كلها بس معقمه. بس بطبيعه التدريب الناس هتكون متجمعه وقريبين من لا بعض. لا، ما هو لحضرتك على حاجه بقى، في اسلوب جديد برضه احنا برضه هنتابعه الفتره الجايه. برضه هنقسم، عاملين خطط يعني. صح، احنا عاملين خطط كويس ماشيين جدا عليها. كويس يعني جدا. غير الاجراءات الاحترازيه اللي هي برضه قبل اللعيبه ينزل الكمامه، التطهير، الكرات لازم تتطهر، الادوات كلها بتاعت اللعيبه وحراس المرمى وكده. احنا برضه بنعمل حاجه، برضه بنقسم اللعيبه دلوقتي. احنا المجهود بتاعنا هيزيد شويه. الاول احنا كنا ممكن شغالين ساعه ونص المدرب بالظبط، التدريبه لو ساعه ولا ساعه ونص هتزيد لان ايه، هنعمل مجموعات، هنقسم اللعيبه، كل 5 لعيبه هيدربوا مع بعض. الخمس لعيبه دول كل يوم هيجوا يدربوا مع بعض، فدي برضو هتقلل من خطوره الاصابه. يعني برضو في احنا بدانا برضو بالتدريبات الفرديه. التدريبات الفرديه زي ما حضرتك عارف اللي هي التدريبات البدنيه، كل لاعب يبقى لوحده. يعني مجموعات مثلا مثلا زي مثلا كل لاعب بيخش لوحده التدريب. فالموضوع ده برضو بيقلل من ده. يخلينا نرجع لان الفتره ديت هل اثرت برضو على المستوى الفني والبدني للاعب؟ والله محمد انا شايف ان الفتره دي يعني ما فيش رياضي مر بيها قبل كده، سواء لعيب درجه اولى، لعيب ناشئ، برعم. 3 شهور ونص عمرها ما حصلت. يعني اخر ممكن الاجازه كلها لما تكتر جدا بيبقى شهر، شهر اسبوع، شهر اسبوعين. لكن تقعد 3 شهور ونص دي بتاثر بدنيا وفنيا ونفسيا كمان. خلي بال حضرتك ان برده نفسيا ان الواحد برده بيبقى قاعد في البيت، يجي مره واحده برده ينزل وبتاع، بيبقى برده غير الاوزان. برده الاوزان برده في الفتره دي اللعيبه اوزانها بقت طبعا يعني بقت مليانه جامد، زادت بشكل ملحوظ يعني، بشكل ملحوظ. والتغذيه برده لحد ما برده كانت التغذيه والقعده في البيت، فالموضوع ده كان برده بيقلل ايه يعني، كان بيقلل من نسبه ان هو يعني ما كانش في رياضه خالص. فكان برضه كانت في خطوره طبعا، لان حتى الجيم وكل حاجه كانت مقفوله. مقفوله يعني، دي حاجه ما حصلتش قبل كده. فيعني ما اعتقدش ان شاء الله مش هتحصل قبل بعد يعني باذن الله. ان شاء الله ربنا يرفع الوباء ده، وباذن الله ربنا يحفظ مصر وما ان شاء الله ما حصلش الموضوع ده. الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى الموضوع برضو في جائحه كورونا هيبقى الموضوع صعب لغايه ما تنتهي خالص ان شاء الله. فالموضوع هيبقى صعب شويه في التدريب، بحيث ان برضو التدريبات هو هيبقى حمل على المدربين وعلى اللعيبه وعلى مجالس الادارات برضو. عشان برضو يعني عايزين نتكلم برضو ان الامور الماديه هتبقى صعبه في التعقيمات والحاجات دي كلها. انت المفروض كل 5 دقائق مثلا الكرات اللي بتتدرب بيها، الايماع، الحاجات دي كلها لازم تتطهر كل 5 دقائق، لان انت عارفش بتتمسك مثلا حد بيشوط، حد حارس المرمى بيمسكها بايده، فالحاجات دي لازم تتعقم. بصراحه انا مبسوط، دي حاجه كويسه جدا يعني. هو طبعا تكلفه ماديه عاليه على النادي، على الانديه اللي هي برضو اللي مش قادره. في طبعا طبعا الاهلي، الزمالك، الانديه الكبيره دي مش هتتاثر. لكن في انديه يعني مثلا زي الانديه مثلا نادي طنطا، اسوان، حتى برضه مش لاقيين ملاعب يلعبوا فيها برضه. يعني هم دلوقتي بيتكلموا نادي طنطا ونادي اسوان ان هم عايزين يلعبوا في القاهره عشان موضوع برضه. طب نتكلم شويه عن الكابتن احمد صلاح. انا شفت لك برضه صور وجوائز وحاجات كده ومقالات عنك، ومعانا على الهوا برضه،
ما تكلمني بقى عن يعني انجازاتك وعن بطولاتك، الحاجات اللي قدرت تحققها في حياتك. والله يا استاذ محمد، يعني انا اول حاجه بدات كره القدم بدات لاعب مش حارس مرمى، يعني دي برضو من الحاجات اللي هي ايه، ما كنتش مكتشف نفسي، كنت شايف فاكر نفسي ان انا هبقى لاعب موهوب. لا، فلقيت نفسي مره واحده ان انا لا حبيت حراسه المرمى مره واحده. يعني انا مثلا كنت مثلا بقف جون، يعني مثلا ما حدش موجود، يعني مفيش حد عايز يقف جون، كنت انا بقف جون، فلقيت نفسي مره واحده لا حبيت الموضوع، فقلبت من 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 لاعب لحارس مرمى. لقيت الموهبه فيك يعني. لقيت الموهبه فيا. ولقيتني حبيبها، ولقيت بحب ان انا مثلا دلوقتي مثلا اللي هو الطريقه على الكرات الحاجات دي كلها الحقيقه. فلقيت الموضوع ان انا حبيته، فبدات طبعا في نادي 6 اكتوبر، بدات في نادي صغير. اول حاجه رحت اختبارات انديه كبيره ما قبلتش، فقلت لا هبتدي من ايه، من تحت لفوق. مسكت في حلمك برضو في هدفك فبدات من تحت لفوق، لان كله بيروح على الانديه الكبيره يا استاذ محمد، زي ما كله بيروح، بيروح زمالك، اهلي، اسماعيلي، ممكن بيفشل في الاختبارات بيقول لك خلاص انا اتعقدت من الكوره. لا، انا بدات في نادي صغير، بدات في نادي 6 اكتوبر، بعد كده لعبت نادي شرقيه الدخان، بعد كده لعبت في نادي ترسانه، بعد كده لعبت في نادي الزمالك، طبعا ده اللي كان الحلم الكبير طبعا نادي الزمالك. بعد ما مشيت من نادي الزمالك برضو رحت لعبت في نادي برضو بتروجيت، وبعد كده لعبت في نادي جاسكو بقى الدرجه الاولى. لا، لفيت يعني لفه كبيره جدا، بس يعني ما قدرتش ان انا برضو احقق في اللعب زي برضو ما بس ادك خبره كبيره يعني بالظبط في اللعب. يعني طموحي في التدريب انا شايف ان هو يعني انا هعوضه على برضو موضوع اللعب، عشان برضو الاصابه اللي حصلت قبل كده معايا هي دي اللي كانت في الظهر، برضو هي دي اللي كانت سبب كبير جدا اللي خلتني ما اكملش يعني في حراسه المرمى وكده. بالنسبه للتدريب طبعا برضو بدات برضو من تحت في اكاديميه الزمالك سنه 2012، بعد كده برضو اشتغلت في اكاديميه الزمالك لغايه 2017 على 2017 في قطاع الاكاديميات، من 2017 لغايه وقتنا هذا في قطاع الناشئين في نادي الزمالك من 2017 لغايه دلوقتي، في الفتره اللي هي من 2012 لغايه 2017. طب ما اتكلمنا على المناسبه للصوره دي. ما دي برضو دي في الاكاديميه مع انا شايف احمد وهشيمه والمستشار مرتضى منصور. استاذ احمد وهشيمه والمستشار مرتضى منصور دي برضو كان عامل زياره لنادي الزمالك. كان عامل زياره جميله لنادي الزمالك، دي كانت سنه 2016. كان جاي برضو، هو برضو كان مساعد في بناء المسجد، مع يعني هو برضو كان مدي برضو المستشار مرتضى برضو كان مساعد في بناء المسجد بالحديد والحاجات دي كلها، فدي كانت حاجه من الحاجات الكويسه منه بصراحه يعني. طب الصوره اللي كان حضرتك كنت ماسك فيها كاس او حاجه زي كده، دي ما كانت مع فريق، دي كانت مع فريق 2007. ارجع بس الصوره، ايوه بالظبط، دي كانت مع فريق 2007 سنه 2018. قدرت ان انا احقق البطولتين، بطوله نادي الصيد وبطوله الجيزه مع فريق 2007 نادي الزمالك، وخدت ساعتها برضو افضل مدرب على مستوى مصر يعني. كويس جدا. طب قول لي بقى ايه اللي اصعب على المدرب، انه يدرب قطاع الناشئين ولا الفريق الاول؟ والله يا استاذ محمد طبعا زي ما حضرتك عارف قطاع الناشئين وقطاع البراعم، ان احنا في مصر فاكرين ان المدرب، اي مدرب بيبطل كوره في اي نادي كبير بيبطل كوره بتحطه في قطاع البراعم وقطاع الناشئين، ده طبعا خطا كبير جدا. قطاع البراعم وقطاع الناشئين دول اصعب حاجه تقابل المدرب، لو انت لعيب مبطل عايز تحطه في مكان، لا حطه في الدرجه الاولى، لان لعيب الدرجه الاولى اوريدي جاهز خلاص. يعني هو جاهز بدنيا وفنيا وكل حاجه، لكن بالنسبه للبرعم والناشئ عايزين مدرب بروفيشنال، مدرب شغال مش اقل من 15 20 سنه في المجال اللي هو موضوع ناشئين مهم، لان ده التاسيس اللعيب، ده الاساس يعني اللي بيطلع عليه اللعيب يكمل عليه. هنتكلم عن نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي هو فعلا مدرسه في الحته يعني دي. يعني برضه انا طبعا انا بحيي حضرتك، من عارف حضرتك من اسماعيليه طبعا، وبنحيي اهل اسماعيليه دول يعني الدراويش دول حبايبنا طبعا. دي من النادي الاسماعيلي من الانديه اللي هي بتعرف فعلا تجيب لعيبه وبتعرف تاسس لعيبه، المدربين صراحه الموجودين صراحه في قطاعات الناشئين طبعا، عشان مش عايز اقول اسامي، لا هم كتير جدا بيعرفوا ياسسوا صح. الحته دي مش موجوده في الانديه الكبيره برضو الثانيه يعني. برضو دي يعني ميزه في موجوده في نادي الاسماعيلي، نادي انبي، نادي المقاولين. برضو احنا بقى لنا فتره، بقى لنا 5 6 سنين بصراحه عندنا في طفره في نادي الزمالك، ان احنا برضو الحمد لله برضو بنحاول ناسس من تحت. بالنسبه للمدرب اصعب حاجه بالنسبه له ان هو يدرب ياسس، دي اصعب حاجه للمدرب ان هو ياسس، طلع لعيب كويس متاسس صح. لكن اسهل حاجه ان هو بيدرب بقى لعيب درجه اولى، دي سهله جدا الاول دي سهل. بدنيا بيبقى لاعب جاي جاهز، مشترينه او كده بيبقى لعيب جاي جاهز. طب انت شايف مستوى الفرق؟ طبعا احنا عندنا الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه صح؟ الزمالك اهلي في بطوله افريقيه، في نادي الاسماعيلي بطوله عربيه، البطوله العربيه، بيراميدز الكونفدرالي صح. انا شايف ان شايف المستويات ايه، ان احنا نقدر نحقق في حاجه؟ والله يا استاذ محمد انا شايف الفتره اللي فاتت الثلاث شهور ونص طبعا اثروا تاثير كبير جدا على المستوى البدني والفني يعني بنسبه 98%، فشايف ان نادي الزمالك ونادي الاهلي طبعا بتمنى لهم التوفيق قدام نادي الرجاء ونادي الوداد ان شاء الله في قبل النهائي. هيتلعب بنسبه 80% هتلعب في الكاميرون، وفي الامارات عايز تستضيف هي الموضوع، في كلام في كلام عن الامارات، فشايف ان شاء الله حظوظ الزمالك والاهلي حظوظهم بنسبه كبيره ان شاء الله، بنسبه 90% ان شاء الله، نسبه مرتفعه. بالنسبه للاتحاد الافريقي قال ان هيبقى ماتش واحد، اللي هي هيبقى ماتش واحد بس هيبقى موجود في الكاميرون، دي انا شايف ان حظوظ الزمالك ان شاء الله هتبقى هي الافضل شويه
من حضور الاهلي هيكون لي لها سباقيه. لان مستر كارتيروم بيعرف يتعامل مع الماتشات اللي هي بتبقى الماتشات اللي هي الواحده دي صراحه. يعني دي برده لما كان برده حتى ماسك النادي الاهلي ماسك نادي الرجاء كان بيعرف يتعامل مع الماتشات اللي هي من دور. طب يعني ان شاء الله توقعات خير يعني مبدئيا. يعني ان شاء الله انا بتمنى ان شاء الله الزمالك والاهلي ان شاء الله. وبيراميدز برده في بالنسبه للنادي الاسماعيلي ان شاء الله كان كسبان الرجاء 1-0 برده. الرجاء مشارك في افريقيا ومشارك في فريق كويس الرجاء مش وحش يعني النادي الاسماعيلي كان كسبان 1-0 حتى النادي الاسماعيلي السافر كان هيلاعب الرجاء في المغرب وحصلت اللي هو جائحه كورونا ورجعوا تاني. فشايف ان هو حظوظه ان شاء الله هتبقى حظوظه عاليه جدا باذن الله. والماتش مش هتلعب انا سمعت ان هو ممكن يتلعب في المغرب او بره المغرب فان شاء الله حظوظه تبقى عاليه. بالنسبه لنادي بيراميدز ان شاء الله هي يعني انا شايف ان الموضوع مع نادي هيلعب نادي البركان المغربي. نادي البركان المغربي كان وصل مع نادي الزمالك نهائي فرقه كويسه جدا قويه. انا بيراميدز ماشي في الفتره اللي فاتت صراحه قبل جائحه كورونا كويس في الكونفدراليه فبتمنى له ان شاء الله التوفيق باذن الله. ان شاء الله يا باشا. وكنا عايزين نتكلم برضو على نجاح اللعيبه المشهور زي محمد صلاح الناس النجوم الكبار جدا يعني هل ده تاسيسهم كان يعني بسبب الاهتمام بيهم في الناشئين عشان كده النجاح العظيم اللي عمله ده؟ والله اسم محمد زي ما قلت حضرتك برضو محمد صلاح في نادي عصمصون هو بدا جداً يعني يعني في نادي عصمصون صراحه الناس اللي دربته صراحه عرفوا ياسسوه صح ياسسوه بدنيا ونفسيا وفنيا. اهم حاجه في كل دول النفسيا. النفسيا دي حضرتك بمعنى ايه؟ النفسيا دي بمعنى ان انت ازاي تطلع لعيب مصري محترف. احنا للاسف ممكن يبقى في لعيبه عندنا فنيا عاليين جدا امثله كبيره جدا زي شيكابالا وزي مثلا رمضان صبحي اللعيبه دي كلها فنيا عاليين جدا لكن بص على الموضوع الالتزام مش هتلاقي موضوع الالتزام الى حد ما يعني هو ده اللي مخليهم يؤخرهم شويه. احنا في نهايه فقرتنا انت نورتني وشرفتني والله وانا سعيد جدا بلقائي معاك وبشكر المشاهدين واستنونا الثلاث الجاي في حلقه جديده بمواضيع جديده ان شاء الله. الى اللقاء.